في عهد 7 نوفمبر ونقول لك انا ما يقلقنيش برشا، كان نرجع كما كنا فيما قبل الثوره. اللي خايف منه شنية؟ نرجع اتعس بكثير مما كنا. ويبدو ان السياسه المنتهجه اليوم هي سياسه الحذاء. شنو هي سياسه الحذاء؟ جاء الخريف ولم اشتري حذاء، جاء الشتاء ولم اشتري حذاء، جاء الصيف الربيع قبله عاد ولم اشتري حذاء، جاء صيف ولم اشتري حذاء، فتعودت الا البس حذاء. نحن اليوم تعداو 15 يوم على التاريخ المشهود نتاع 25 جويليه ونحن دون حذاء، بل ربما الحذاء يوضع على رؤوس التونسيين والتونسيات. بالنسبه لما وقع يوم امس، بالطبيعه ما فما بعض مرضى الانفس، عندي والدي رحمه الله علمني حكمه جميله، شو يقول لي؟ يقول لي احيانا السارق يظن الناس جميعا سراق، الحاقد يظن جميع الناس حاقدين، فما فئه من الشعب انتشرت وهي ليست تلقائيه. انت هاو حطيتها في المباشر، ولا ادخل اعمل اي كومنتير على اي صفحه نتاع اي شخص، تلقى عدد رهيب واسمائهم تقريبا نفسها مستعاره بالسب والشتم والثلب وكل انواع البذاء، تتهجم على كل من يتطاول على الذات العاليه القيسيه. اذا اللي يوقع بطبيعه ما تنجمش كان تفرح، اي بيان سور تفرح، قالوا الحمد لله. واضرب مثالا ناجحا لما وقع يوم امس اللي هو المعهد الثانوي ابن ابي الضياف في المرسى، تنظيم محكم بالله سمح. تو اللي نظم الحكايه هذه هو السيد رئيس الجمهوريه، راني ما عادش نفهم سب الحق، معناها تصيبني حاله ذهول ونحب نستغبى، نحب نستبهم، نحاول نهبط بالمستوى الفكري والذهني والتحليل باش نجم نتقبل ما يقال لي وما يصب في اذان العوام. بالله سامحني سيدي عامر، اخي مش من اول الدنيا الجيش قاعد يقوم في الحكايه هذيا؟ اركان الجيش البر والبحر وربي يفضلهم ويبقاهم، اخي مش قاعدين يخدموا في الوطن من اول الدنيا؟ قوات الامن بعد ان تعافت بعد الثوره، ما كيف كيف قاعد تلقي في صدوراتها الكرتوش، قاعد تحمي في التراب والارض والهواء والماء والمواطنين، وقاعد فقط الحرس لا يكتفي، ما الحرس قريب جدا من المنظومه العسكريه، مش يكتفي بتامين المواطنين بل يقوم بعمليات انسانيه كثيره. اذا المواقع يوم التلقيح هو تتويج ومواصله لمسار نجاحات الجيش الوطني. تقول لي انت هو القائد نتاعو، سواء يا حبيبي القائد نتاعو فلان او علان، لا يغيروا في العقيده العسكريه شيئا باعتبارها من الاصل وذي ثوابت عندها. اختم بان اقول هو شو يقول؟ قال نرجع كما كنا. يا دكتور بالحق بالفعل اذا فكرت ماليا، اليوم يبدو اننا سنتعود ان لا يكون عندنا حذاء. اليوم كان تحب تحكي لي عن مواقع يوم امس، ما تنسينيش في الاصل اللي من اجل سقيت هذه الارض الطيبه بدماء الشهداء. راهو التلقيح سامحني سؤال واخت ما نحبش نطول برشا. التلقيح هذايا خي وين كانت؟ جات نزلت من السماء بقدرة قادر. اثنين الكفاءات خي سامحني اشهدوا شاهد عيان انه جات اعانات من المانيا وكنت مشارك في تلك الحملة وعندي الارقام والبيانات نتاع المعدات اللي جات الصحية دخلت سي مراد الى تونس ومنعت من الدخول، والذي منعها وزير الصحة السابق الذي عينه السيد رئيس الجمهورية التابع لحكومة سماها السيد رئيس الجمهورية. الناس ذكرتها ذاكرة ذبابة تنسى أو تتناسى أنه سبب الفشل الحقيقي فيما مضى والأرواح التي سقطت ضحايا الإهمال والفساد نتاع الدولة نتاعنا الفاشلة فيما مضى، ويبدو أنه مش فقط تتعافى الآن بل ما أخشاه أنها تعمق ذلك الفساد، بأنه يتبين للأسف أن أزهقت تلك الأرواح الكل فقط من أجل تسجيل نقاط شعبوية لا علاقة لها بما هو حقيقي.